أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائم يقول: هل يفهم من كلام المؤلف رحمه الله وهو قوله فقد خلع رقة الإسلام من عنقه أنه يكون كافر من فارق الجماعة، فيكون هذا من تكفيره بعينه؟ كما ذكرت لكم هذا فيه تفصيل، من خالف في العقيدة وأشرك بالله هذا خلع الإسلام من عنقه بالكفر، وأما من خالف مخالفة دون الشرك من المعاصي فهذا من أصحاب الوعيد، هذا من أصحاب الوعيد، وخلع رقة الإسلام قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.